شاهدنا عدد مناسب من تفاعلات الحمض وتفاعلات القاعدة، لذا لنكتب بعضا منها كنوع من المراجعة ولنرى إذا كان بالإمكان رؤية نمط عام هنا، والكثير من هذا قد لا يكون جديد بالنسبة لكم. إذا كان لدينا فلوريد الهيدروجين، عندما أقول قاعدة يمكن أن نقول قلوي، إذا كان في محلول مائي سيكون حمض الهيدروفلوريك. نعلم أن هذا حمض ضعيف لا يتفكك بشكل كامل، لذا هو في توازن أو نوع معين من التوازن، وهذا لا يعني أن التراكيز هي متساوية، هذا الهيدروجين ينفصل. في الواقع نعلم أنه يكون جنبا إلى جنب مع جزيء آخر من الماء ويشكل الهيدرونيوم، ومن ثم لدينا، وطبعا ما يزال هذا مائي بحيث كل شيء يكون داخل الماء، ومن ثم يتبقى لدينا أيون الفلور ريد أو الفلور، الأيون السالب، وهذا أيضا في محلول مائي. ويمكن إعادة كتابة هذا، في الواقع سأكتب تفاعل آخر هنا بحيث يمكن أن نرى نمط عام. سأكتب تفاعل حمض آخر، لنكتب الأمونيوم، إذا هذا هو NH4 زائد. هذه الأمونيا مع هيدروجين إضافي، هي أمونيا وليس هي أمونيوم، لنكتب هذا في المحلول المائي. هذا يمكن أن ينفصل لواحد من هذه الهيدروجينات في المحلول المائي، ومن ثم لدينا الأمونيا NH3، وهذا أيضا في المحلول المائي. الآن كل هذه توصف على أنها تفاعلات أو توصف على أنها تفاعلات اتزان، وهذا يعني أننا نتعامل مع الأحماض الضعيفة، نأخذ الحمض وينتج الهيدروجين الأيون الموجب، هو تعريف أرهينيوس للحمض. إذا نظرنا في تعريف برونستيد لوري فإنها تتبرع بالبروتونات إلى المحلول حيث تنتج الهيدرونيوم، حيث تنتج الهيدرونيوم، وهو يوصف حسب التعريف على أنه حمض. لكن نعلم أنه حمض ضعيف، إذا هذا التفاعل يسير في اتجاهين، إذا يمكن كتابة نفس التفاعل بالضرورة كتفاعل قاعدة. إذا بدلا من القول أن حمض الهيدروفلوريك هو الحمض لدينا، قد نقول إذا كان لدينا أيون الفلوريد، إذا كان لدينا الفلوريد السالب هنا، يمكن القول الفلوريد السالب. إذا وضعنا هذا، في الواقع دائما أقوم بنفس الخطأ، لا يوجد ال في اختصار الفلوريد، نبهوني لهذا مرة أخرى، وأفعل هذا دائما لأن الكلور لديه ذلك، سأمسح هذا. حسنا، فلوريد الهيدروجين هو HF، إذا فقط F. سأستخدم الجدول الدوري، ترون دائما ما أخلط بين الكلور والفلور، F هي للفلور. حسنا، إذا يمكن إعادة كتابة نفس توازن الحمض الضعيف كتوازن قلوي ضعيف، يمكن القول أيون الفلور السالب. أحيانا أقول فلور وفلوريد وهي نفس الشيء في محلول مائي في توازن مع الآن أنا أعتبر هذا قلوي قاعدة، والذي يعني أنه سوف يزيد تركيز الـ OH، لذا ما يمكن فعله هنا، ربما قد ينتزع بعض الهيدروجين ومن الماء من الماء في المحلول المائي، إذا سينتزع بعض الهيدروجين ويصبح فلوريد الهيدروجين أو حمض الهيدروفلوريك. سأستخدم اللون الأرجواني، وهو مائي. ومن أين حصلنا على الهيدروجين؟ حسنا، حصلنا عليه من واحد من جزيئات الماء المحيطة وهو H2O، بما أنه تخلى عن واحد من الهيدروجينات الآن فإنه يصبح OH سالب، إذا جزيء الماء المحيط هو OH سالب وهو مائي. الآن ربما تبدو هذه مختلفة، هذا يتبرع بالهيدروجين إلى الوسط الحمضي الـ HF، نعم يتبرع بهذين الأيونين، يتبرع بالهيدروجين والفلور، ومن ثم يتبقى لدينا فقط الفلور السالب. حسنا، هذا ينتج الهيدروكسيد خارج الوسط المحيط، إذا يبدو كأنه قاعدة. لكن إذا فكرنا في هذا، هذه التفاعلات هي نفس الشيء، أعني يمكن السير في الاتجاه العكسي، ويمكن القول هذا سوف يتفاعل مع أيون معين عشوائي من الهيدرونيوم أو بروتون عشوائي قائم بحد ذاته هناك، نعم، ومن ثم يمكن أن يشكل فلوريد الهيدروجين. لكن نعلم أن الهيدرونيوم ليس موجود في كل مكان، عندما نسير في التفاعل الخلفي، عندما نسير في هذا الاتجاه،
هذا لا داعي لأن ينتزع هذا الهيدروجين من ال H3O، يمكن أخذه فقط من ال H2O، ثم سيكون لدينا هذه المتكافئات. ويمكن فعل نفس الشيء هنا بالنسبة للأمونيوم والأمونيا، يمكن كتابة الأمونيا كقاعدة، كقاعدة أن H3 هي في توازن كقاعدة ضعيفة، مع يمكن أن تنتزع الهيدروجين من الوسط المحيط وتصبح أن H4 زائد في المحلول المائي. حسنا، ستجذب هذا الهيدروجين على الأرجح من جزيء الماء لأن هذا هو ما حوله، إذا جزيء الماء هذا سيصبح OH ناقص. ولهذا الآن الأمونيا تبدو كقاعدة ضعيفة، الأمونيوم سيكون حمض ضعيف. إذا هذه تفاعلات متكافئة، لأنها من المحتمل أن تكون قد فهمت العلاقة هنا. الأمونيوم هو حمض ضعيف والأمونيا هي قاعدة ضعيفة. وما هو الفرق بين الاثنين؟ فقط ال H، حمض الهيدروفلوريك هو حمض ضعيف، أيون الفلور هو الفلور السالب هو قلوي ضعيف. وما هو الفرق بين الاثنين؟ فقط الفرق في الهيدروجين. سأكتب هذا، سأكتب حمض ضعيف weak acid، ومن ثم لدينا قاعدة ضعيفة weak base. أنا لا أسمع صوتي جيدا، إذا القاعدة الضعيفة أرجو أن تكونوا تسمعون بشكل جيد. سأكتب الحمض الضعيف أولا، لدينا حمض الهيدروفلوريك، ومن ثم لدينا قاعدة ضعيفة وهي عند التخلي عن واحد من الهيدروجين فقط بروتون الهيدروجين، هو يحتفظ بالإلكترون لهذا هو مشحون بالسالب. هنا الهيدروجين بدون الإلكترون يصبح فقط بروتون لأنه لا يحتوي على نيوترونات، والآخر هو NH4 زائد، ونترك واحد من الهيدروجينات لنحصل على NH3. إذا ما هو الفرق الذي يحدث بهذا الشكل؟ نطرح هيدروجين، لو صرنا بهذا الشكل فتكون زائد هيدروجين. إذا لدينا هذا النوع من المقترنات أو المترافقات، هذا مصطلح جديد، وكل هذا كانت طريقة طويلة لتقديم هذه الفكرة لكم. لدينا هذه الأزواج المترافقات مثل حمض الهيدروفلوريك أو فلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين وأيون الفلور، إذا هذه أزواج مترافقة conjugated pairs، وهي بالأساس متماثلة ما عدا الفرق الهيدروجين. أحسنتم، ليس أكثر من هيدروجين واحد. يوما ما سيخترع جهاز حيث يمكنه إظهار عدد أيونات الهيدروجين المنفصلة، فبعضها لن تكون أزواج مترافقة حتى لو كانت كذلك. على سبيل المثال إذا كان لدينا، انتبهوا هنا، انتبهوا، إذا كان لدينا H2O و OH السالب، هذه أزواج مترافقة. لماذا؟ لأن هذا هنا هو بالضبط هذا ناقص البروتون. وسأوضح هذا، هو ليس فقط ناقص الهيدروجين إنما ناقص البروتون، واحد منهم يحتفظ بالإلكترون، إذا هذا ناقص بروتون الهيدروجين، هذا زائد بروتون الهيدروجين. إذا الفرق بين هذين الاثنين هو فقط بروتون الهيدروجين، إذا هذه أزواج مترافقة. الآن لو قلنا H3O و OH ناقص، ربما ستعتقدون أن هذا حمضي جدا، هذا قلوي وهذا زوج مترافق، لكن لا، هناك اثنان H، هناك فرق في اثنان بروتون، نعم هذا H3 زائد، هناك فرق في اثنان بروتون، إذا هذه ليست أزواج مترافقة، not conjugated pairs. أعتقد أن الوصلة وصلتكم، نلغي هذا، لكن هذه هنا أزواج مترافقة. إلا أن يمكن القول إذا كان لدينا H3O، قد نسأل ما هي القاعدة المترافقة؟ ما هي القاعدة المترافقة؟ هذه كلمة جديدة استخدمتها للتو، ما هي القاعدة المترافقة ل H3O إذا كان H3O هو الحمض؟ حسنا، نحذف H واحدة ونحصل على H2O، إذا هذا زوج مترافق conjugated pairs، وذكرته للتو أو pair، قاعدة مترافقة وحمض مترافق سأعرفها الآن. لدينا حمض وقاعدة، وإذا كنتم تتساءلون ما هي القاعدة المترافقة لحمض الهيدروفلوريك، سنتخلص من الهيدروجين ونقول فقط أيون الفلور السالب. نعم، إذا قلت لدينا بعض الأمونيا كقلوي، ما هو الحمض المرافق أو المترافق؟ إذا سأل أحدكم
سأل أحدكم ما هو الحمض المترافق؟ نضيف بروتون الهيدروجين إليه ونحصل على الأمونيوم. إذا يمكن تسمية هذا الحمض المترافق. الحمض المترافق سيغير المصطلح المترافق conjugated. ليس ضروريا استخدام حمض ضعيف أو قلوي ضعيف. انتبهوا، الحمض المترافق ومن ثم لدينا قاعدة مترافقة. وبالرغم أنه قد يكون هناك شيء يعتبر حمض مترافق أو قاعدة مترافقة، إلا أنه ليس بالضرورة يعني أنه قاعدي جدا على سبيل المثال، أو حتى حمضي جدا. إذا كان لدينا كلوريد الهيدروجين، نعلم أن هذا حمض قوي، كلوريد الهيدروجين. القاعدة المترافقة فقط سنتخلص من بروتون الهيدروجين، لا نأخذ إلكترونه معه، إذن فقط ستكون أيون، فسيكون أيون كلور سالب. هذا هو المترافق. إذا أعطيتكم أيون الكلور السالب وقلت ما هو الحمض المترافق، سيكون حمض الهيدروكلوريك. إذا أعطيتكم حمض الهيدروكلوريك وقلت ما هي القاعدة المترافقة، نتخلص من بروتون الهيدروجين فقط، وسيتبقى لدينا أيون الكلور السالب وهو القاعدة المترافقة. الآن مع كل ما قيل نعلم أن حمض الهيدروكلوريك، نعلم هذا التفاعل، أعتقد لقد كان هذا أول تفاعل ناقشناه. نعتبر هذا محلول مائي، أنه ينفصل تماما ليشكل بروتونات الهيدروجين زائد أيونات الكلور، وكل شيء بالطبع هو في محلول مائي. الآن هو ينفصل بشكل كامل حيث هذا لا يعتبر تفاعل اتزان. هذا يعني أن هذا الكلور هو قلوي أكثر من القاعدة. لا 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 لا، هناك خطأ. لنقل أن الكلور هو قلوي بشكل أقل من الماء، لا يوجد لديه أي رغبة لانتزاع بروتونات الهيدروجين أبدا. من الوسط المحيط لعيد تشكيل حمض الهيدروكلوريك، لا يوجد له رغبة بذلك. التفاعل لا يسير في هذا الاتجاه مطلقا. انتبهوا، برغم أن أيون الكلور هذا أو أيون الكلور السالب هو القاعدة المترافقة لل HCl conjugated base for HCl، هذا لا يعني بالضرورة أنه قاعدي جدا أبدا. هذا قاعدي بشكل أقل من الماء، يريد بروتونات الهيدروجين بشكل أقل من الهيدرونيوم. لذا إذا وضعنا بعض الكلور مع بعض الهيدرونيوم، أو لنقل لدينا بعض أيونات الهيدروجين، فإنه لن يتم إعادة تشكيل حمض الهيدروكلوريك. إذن هذا حقيقة ليس قاعدي، not really base، برغم من أنه يعتبر قاعدة مترافقة. وهذا هو الحال بشكل عام عند التعامل مع أحماض قوية. مثلا في حالة حمض الهيدروكلوريك، إذا كان لدينا محلول كبير من أيونات الكلور في الماء، إذا كان لدينا أطنان من التراكيز أو من التركيز العالي جدا من أيونات الكلور في الماء، فإنه لن يفعل أي شيء ليغير تركيز الهيدروجين الحقيقي أو تركيز الهيدروكسيد في الماء، لأنه قلوي بشكل أقل من الماء نفسه. انتبهوا لهذه النقطة، فهو لا يريد أخذ أي شيء من الماء. صدقا لا أستمع، لا أسمع صوتي، فإن البي اتش ستساوي 7. أرجو أنكم تسمعوا بشكل جيد. إذا كان لدينا الكلور السالب في المحلول المائي ولا يعنينا ما هو التركيز، يمكن أن يكون لدينا 10 مولية منه. درجة الحموضة بي اتش ستبقى 7، لأنه لن يغير في المحلول أو لن يغير البي اتش، فقط سيبقى بنفسه. ومن الواضح أنه إذا وضعنا حمض الهيدروكلوريك في المحلول المائي، فإنه سوف يغير درجة الحموضة، لأننا سنلقي كل بروتونات الهيدروجين في المحلول. إذا بشكل عام يمكنكم تذكر هذا، لكن ربما يكون هذا شيء بديهي. الحمض القوي سترونج أسيد، القاعدة المترافقة ستكون محايدة في الماء، conjugated base، conjugated base is neutral، محايدة. إذا هذا يعني لا يوجد تأثير على ال pH، not impact on pH. حسنا، نقول الكلور زائد H2O سيكون لدينا بالضرورة الكلور زائد H2O. نحن لا نغير التركيز عمليا. الآن من جانب آخر، عند التعامل مع الأحماض الضعيفة، هذا التفاعل سيكون في الاتجاه الآخر. إذا وضعنا بعض الفلور السالب في الماء،
فإنه سينتزع بعض الهيدروجين، ليس بالضرورة الكثير منه، لكن سينتزع بعض الهيدروجين من الماء المحيط، وسيزيد تركيز الهيدروكسيد، إنه سيزيد التركيز من هذا الأيون هنا. إذن في هذه الحالة سيجعل المحلول قلوي أكثر، أي قاعدي أكثر، سيزيد درجة الحموضة البي اتش في المحلول. إذا أينما يكون هناك حمض، وحمض ضعيف، أينما يكون هناك حمض ضعيف weak acid، فإن القاعدة المترافقة ستكون قاعدة ضعيفة، conjugate base weak base. ويمكن استخدام هذه الجملة بالعكس، سيغير الألوان أولا. إذا القاعدة المترافقة conjugated، آسف، القاعدة الضعيفة weak base، فإن الحمض المترافق سيكون حمض ضعيف. أتمنى أن الفكرة وصلتكم، هذه هي ليست فكرة خيالية، حيث فقط إذا كان لدينا حمض فإن القاعدة المترافقة له هي فقط الحمض ناقص الهيدروجين. إذا كان لدينا قاعدة فإن الحمض المترافق هو نفس القاعدة زائد الهيدروجين، هذا ذكرناه عدة مرات. في الواقع لنحل بعض المسائل هنا حتى نصيب الفكرة تماما. حسنا، عفوا، سأحل بعض المسائل. إذا كان لدينا هذا الحمض وهذه القاعدة المترافقة conjugated base، conjugate base، إذا كان لدينا، لا داعي لمعرفة الكلمات، HNO3، إذا كان لدينا هذا القاعدة المترافقة، حسنا، سأتخلص من بروتون الهيدروجين، إذا NO3 ناقص، لم أتخلص من كل الهيدروجين، تذكروا فقط أخذت البروتون، الإلكترونات تبقى في مكانها، إذا لدينا شحنة سالبة. لنقل أنه لدينا H2SO4، لذا القاعدة المترافقة نتخلص من الهيدروجين، HSO4 ناقص. إذا كان لدينا بروميد الهيدروجين HBr، نتخلص من الهيدروجين، إذا هي Br سالب، هذا حمض قوي، انتبهوا الـ R small letter، إذا هذا سيكون محايد، هو عمليا لن يفعل أي شيء، بالرغم أننا نسميها القاعدة المترافقة للبروميد، لبروميد الهيدروجين. الآن إذا سرنا بالعكس، إذا أعطينا القاعدة، إذا أعطينا القاعدة OH سالب، ما هو الحمض المترافق؟ حسنا، نضيف بروتون لها ونحصل على H2O. إذا كان لدينا H2O، لقد قمنا بهذا من قبل، نضيف بروتون له ونحصل على H3O زائد. إذا كان لدينا، يمكن متابعة بهذا الشكل، لنفرض لدينا هذا HCO3 ناقص، إذا أضفنا هيدروجين إليه سيكون لدينا H2CO3 دون شحنة، وهو محايد الآن لأننا نضيف الهيدروجين. على أي حال، أتمنى أن تكون وصلتكم الفكرة وفهمتم ما هو الحمض المترافق والقاعدة المترافقة وكل ما يتعلق بهذا.